مصطلح الدولة العميقة المتداول إعلاميا في سياق التجاذبات السياسية وصراعات في تونس ودول الربيع العربي عموما والتعثرات الحاصلة بعده لا ينتمي نظريا إلى المدونة السياسية الأكاديمية بقدر انتمائه للممارسة التاريخية، فقد ارتبط بتاريخ الأمة التركية ومنظمة أرغانكون التي حمت الأثنية التركية من الاندثار إبان حروب الإبادة الصينية. المصطلح ارتبط عمليا بالتاريخ التركي الحديث أواخر الدولة العثمانية وتقسيم تركة الرجل المريض، وهو بالتالي مرتبط في عمقه بالجماعات السرية والتنظيمات شبه العسكرية على غرار جماعة الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة. واستمرت استخداماته في سياقات الدولة الأمة التركية التي أسس لها مصطفى كمال أتاتورك أبو الأتراك، بل واستحكمت الدولة العميقة بعد انقلاب 1960 وإعدام رئيس الوزراء عدنان مندرس، ثم زمن حكم كنعان إذرن في السبعينات. وفي حقبة حكم سليمان ديميرل ورئيس الوزراء تركت أوزال نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، غير أن رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان هو أول من شهر بالدولة العميقة في العام 2007، بل وتصدى للقيادات العسكرية الممثلة للظاهرة إزاحة وملاحقة قضائية. قريب مفهوم الدولة العميقة مصطلح الدولة داخل الدولة، وهو مصطلح بقدر ما يراه الإسلاميون مناهضا للإسلام والهوية وخدمة للعلمانية واللائكية، يراه اليساريون مناهضة للشغيلة وإغراق في الوطنية والقطرية المناهضة للأممية. الدولة العميقة في تركيا انعكاس لسيطرة جنرالات الجهاز العسكري القوي الخفي على دواليب الدولة. وبالمحصلة فإن صلاح الدولة العميقة ليست بالاكتشاف السياسي الحديث، فهو متداول أيضا في دول الانتقال الديمقراطي سواء في أمريكا اللاتينية ما بعد الديكتاتوريات أو دول أوروبا الشرقية المتحررة من الشيوعية نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. المتداول في أوساط الباحثين أن المخابرات المركزية الأمريكية CIA هي من غرس بذرة الدولة العميقة في تركيا في العام 1952 خوفا من شبح عودة الخلافة الإسلامية. هذه المقدمات كانت وراء نزول الجيش التركي إلى الشوارع التركية في فبراير 1997 وقرارات مجلس الأمن القومي لإقصاء حزب الرفاه ذي المرجعيات الإسلامية والذي يتزعمه رئيس الوزراء نجم الدين أربكان واستبعاده نهائيا من الحكم مع الحجر السياسي. واليوم بدأ مصطلح الدولة العميقة يرتبط بشبكات المصالح المترابطة بمعنى الدولة فوق الدولة بأذرعها السياسية والمالية والتشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية، والتي تصب جميعا في خدمة ما يعرف بالثورة المضادة المتصدية للربيع العربي. أرباب الدولة العميقة في بلدان الربيع العربي هم قطعا بقايا الأنظمة الدكتاتورية التي سقطت نظريا ولكنها في المقابل ما زالت تحافظ على مواقعها المتقدمة في الإدارة وأجهزة الدولة ومصادر نفوذها المالي والعلاقات المحلية والدولية وعرقلة مسار الثورة السياسي الناعم كما في تونس أو العنيف العسكري كما في مصر. وزارة الداخلية التونسية تتهم أنها النواة الصلبة للدولة العميقة في تونس، ومن سيطر عليها أمسك بتلبيب الحكم تماما كما المؤسسة العسكرية في تركيا ومصر. لذلك غدت مدار المعركة النفوذ والمواقع بين الفرقاء، واتهامات الأمن الموازي الذي يعني في أبعاده خلفية الدولة العميقة لهذا الطرف الأول بل حتى خلف ستار الحوار الوطني.